نتابع هذا الملف مع مراسلنا في أنقرة زميل عمر أحمد. عمر، على أي حال آخر استطلاعات للرأي أثبتت تقدم كليتشدار أوغلو ولو بنسبة طفيفة أمام رجب طيب أردوغان، هذه النسبة هل هي مريحة لكليتشدار أوغلو بالفوز في الانتخابات أم أن يوم الأحد ربما سيكون للناخب التركي رأي آخر؟ نعم أحمد، بعد التحية، هذه النسبة ليست مريحة حقيقة، لأن المعارضة التركية وكمال كليتشدارأوغلو يطالب المواطنين الأتراك بحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى، أي أن يحصل كمال كليتشدارأوغلو على أكثر من 50% أو حتى 51% منعا لحصول أي اعتراضات ربما من الجانب الحكومي على نتائج الانتخابات إن جاءت بعد يعني فوق 50% يعني نسبة قليلة، فهذا سيجر الاعتراضات بشكل كبير، وبالتالي هذه النسبة لا تشكل راحة بالنسبة لأحزاب المعارضة. هنا أحزاب المعارضة لديها يعني ادعاءات كبيرة جدا تقول بأن هناك فروق كبيرة في النسبة التي يحصل عليها مرشح المعارضة كمال كليتشدارأوغلو، قد تصل إلى 6 أو 7 نقاط، ويقولون بأن الحسم من الجولة الأولى هو أمر يعني تحصيل حاصل كما تقول أحزاب المعارضة والمسؤولين في أحزاب المعارضة، وأن هذا الأمر تأكد بعد انسحاب محرم إنجة من السباق الرئاسي، على اعتبار أن على الأقل ثلث أو ربما نصف الأصوات التي كانت سوف تذهب إلى محرم إنجة ستعود إلى حزب الشعب الجمهوري و مرشحه الرئاسي كمال كليتشدارأوغلو أحمد. يعني كان يعتقد أن أصوات إنجا قد تقسم بين المرشحين. بكل تأكيد، يعني الحديث حول محرم إنجا والانتقادات الموجهة إليه إن كان من جانب المعارضة أو من جانب حتى أعضاء حزبه، هي أن يعني لا يوجد أمل لدى محرم إنجة في الوصول إلى الجولة الثانية من الانتخابات، وأن هدفه في هذه الانتخابات هو إيصالها إلى الجولة الثانية فقط، ولهذا السبب تم اتهامه من مختلف الأطراف بأنه يتعاون مع حزب العدالة والتنمية، لدرجة أن أحد يعني إحدى الاتهامات التي وجهت لإنجة وكانت قد أغضبته جدا حقيقة، وهي أنه تلقى أموالا من حزب العدالة والتنمية في الأيام الأخيرة، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي سندات ومقبوضات لمحرم إنجا بأنه تلقى أموالا ضخمة من حزب العدالة والتنمية لاستمراره في السباق الرئاسي، لأن استمراره يعني تقسيم أصوات حزب الشعب الجمهوري وكذلك أحزاب المعارضة، على اعتبار أنه يأخذ من أصوات حزب الشعب الجمهوري وكذلك أصوات القوميين أيضا ربما، والأتاتوركيين العلمانيين الذين لا يصوبون حاليا السياسات التي يتبعها حزب الشعب الجمهوري، وخصوصا في مسألة دعم الحزب الكردي، حزب اليسار الأخضر الكردي حاليا يقوم بدعم مرشح المعارضة كمال كليتشدارأوغلو. هذا الأمر يعني جعل بعض الانزعاجات في داخل الحزب، حزب الشعب الجمهوري أيضا، تطفو على السطح، ولذلك محرم إنجا كان البديل الثالث لهذه الأصوات، وعند انسحابه قسم من هذه الأصوات ربما تذهب إلى سنان أوان المرشح القومي، وربما بعضها بنتيجة الغضب تذهب إلى يعني رجب طيب أردوغان أيضا، لأن محرم إنجا كان يشكل بديلا للأشخاص الذين لا يريدون التصويت حتى لأردوغان حقيقة، وبالتالي فإن هذه الأصوات لا يمكن أن أو مستبعد أن تذهب إلى كمال كليتشدارأوغلو، ربما تعود إلى أردوغان، وبالتالي يتم الحديث حاليا أنه كل 4 أصوات تقريبا من أصوات محرم إنجا، 2 منها يعود إلى حزب الشعب الجمهوري وإلى مرشحه كمال كليتشدارأوغلو، وصوت واحد لأردوغان، وصوت واحد لسنان أوان أيضا. عمر، كل هذه التماثيل الموجهة لمحرم إنجا التي على إثرها انسحب من السباق الرئاسي ربما كانت موجهة في الأساس إلى
الكرملين. الكرملين نفى أن يكون قد نشر هذه الوثائق التي تتهم إنجا بتلقي أموال أو بدعم من حزب أردوغان. هل ستكون أو ستبقى هذه المسألة معلقة على رأس الناخب على رأس الفائز المقبل في الانتخابات، ربما تشكك في عملية نزاهة الانتخابات برمتها إذا ما خسر أردوغان هذا السباق الكبير؟ بالفعل أحمد، هذه الأجواء موجودة حاليا في تركيا. حقيقة الجميع حاليا يتحدث عن أمن الانتخابات وعن إمكانية التلاعب بنتائجها منذ الآن. يعني هناك الكثير من الأقاويل بأن طبعا وزارة الداخلية حتى كانت تريد أن تنشئ مركزا لمتابعة نتائج الانتخابات خاص بها في وزارة الداخلية، ولكن تم رفض هذا الطلب. هناك الكثير من التحركات القانونية والقضائية لأحزاب المعارضة في هذا الإطار. طبعا التغريدة التي نشرها كمال كليشترولو بخصوص روسيا لم يذكر فيها بشكل واضح بأنه يستهدف أو يقصد الفيديوهات والأوراق السندات أو المعلومات التي تم نشرها بخصوص محرم إنجا، ولكن طبعا منذ أيام ومنذ حتى أسابيع ربما كان كليشترولو يحذر بشكل كبير، حتى أنه أكد بأن خلال العشر الأيام الأخيرة قبل الوصول إلى موعد الانتخابات سوف يتم نشر يعني كم هائل من الفيديوهات المزيفة هدفها هو طبعا يعني تشويه صورة المعارضة ووضعها وكأنها تقوم بخيانة البلاد والتعاون مع المنظمات الإرهابية. طبعا هذه يعني جزء من هذه الفيديوهات مستخدم حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي وموجود بكل بطبيعة الحال، وكذلك الرئيس أردوغان في الانتخابات أو في الخطابات الانتخابية له يقوم بعرض بعض الفيديوهات التي تضع حزب الشعب الجمهوري ومرشحه كمال كليشترولو جنبا إلى جنب مع قياديين من حزب العمال الكردستاني، ويعني نرى أن في هذه الفيديوهات يكتب بأن مرشح المعارضة يتلقى الدعم والعون الكامل من المنظمات الإرهابية. لذلك نرى أن الحملة الانتخابية حاليا من قبل التحالف الحاكم والرئيس أردوغان منصبة بشكل كامل على يعني وضع المعارضة جنبا إلى جنب مع الإرهابيين، وهذا ما شهدناه أيضا في يعني الأرض على أرض الواقع حقيقة خلال حوارنا مع المواطنين وخصوصا المؤيدين للرئيس أردوغان. يقولون لنا بصريح العبارة أنه في حال فوز المعارضة فإن البلاد سوف تذهب إلى يد الإرهابيين وأن الإرهابيين سيقومون بإدارتنا. لذلك نرى أن الحملة الانتخابية للرئيس أردوغان ربما أجدت نفعا في هذا الإطار، ويمكن القول أنه في اتجاه تغلبه على الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تركز عليها المعارضة في حملتها، وكذلك بموضوع أن يعني المعارضة تشير إلى الديمقراطية والحريات واستقلالية القضاء. كل هذه المواضيع أصبحت في حملة أردوغان في الصف الثاني ربما، وكذلك يمكن القول أنه أقنع ناخبه بهذا الإطار تحت عنوان الوطن وتحت عنوان الصناعات الدفاعية للبلاد وتحت عنوان استقلالية القرار التركي واستقلالية البلاد التركية دون الخضوع للقوى الغربية والقوى الأجنبية. يعني هذا ما تتصف به حملة الرئيس أردوغان، إلى جانب أن حملة المعارضة طبعا معروفة ب يعني جلب الديمقراطية والحريات وغيرها، تختصرها المعارضة بأنها تقول سوف نجلب الربيع إلى تركيا، وتقول بأن الانتخابات الحالية ليست انتخابات إنما استفتاء. يعني أحزاب المعارضة وقادة أحزاب المعارضة يصرون على هذا التوصيف، الانتخابات هي استفتاء ما بين الديمقراطية والحرية وما بين الظلامية وما بين ربما الدكتاتورية، وربما أيضا عمر إليها. يعني كما قال أردوغان نفسه هناك ربما ليس عزوفا ولكنه لا يحظى كثيرا في القبول من الشباب التركي،
ففي هذا أيضا نوع من الاستفتاء السني، ربما الشباب قد يكون له كلمة مختلفة في هذه الانتخابات لترجيح كفة مرشح على الآخر. بكل تأكيد أحمد، يعني نحن نتحدث هنا عن قرابة 5,300,000 شاب سوف يستخدمون أو سوف يصوتون للمرة الأولى في حياتهم، أي أنهم دخلوا لتوهم بعد سن 18، وبالتالي نحن يمكن القول هنا أن الشباب هم الذين سوف يحسمون هذه المعركة الانتخابية. الأحزاب المعارضة تستغل بشدة هذه النقطة وتقول بأنه أصبح حلم الشاب التركي هو مغادرة البلاد إلى الدول الأخرى، ولكن في يعني أحزاب المعارضة تقول في سلطتنا عندما نستلم السلطة فإننا سنعيد كافة الشباب إلى بلدهم ونمنحهم القدرة على العمل ونمنحهم حقهم يعني على الجانب الاقتصادي وعلى الجانب المهني أيضا. هنا طبعا الأزمة الاقتصادية تلعب دور مهم جدا في هذا الإطار، لأن الشاب التركي حاليا لا يستطيع الوصول إلى العمل الذي يرغب به أو يحلم به، ويضطر إلى العمل بأشغال يعني تؤمن له قوت يومه فقط. شهدنا على المستوى الشخصي أطباء ومهندسين خريجين، يعني من أطباء ومهندسين يضطرون للعمل في السوبر ماركت كعامل بسيط، يعني يضطر لهذا العمل لتأمين قوت يومه. فلذلك الشباب في هذا الإطار حقيقة سوف يعني يلعبون دورا مهما جدا أحمد في هذه الانتخابات وفي حسم هذه الانتخابات، في هذه الانتخابات المثيرة بالفعل. مراسل القاهرة الإخبارية في أنقرة الزميل عمر أحمد، أشكرك جزيل الشكر.